يحلبوك حلب، اذا تروح للمحكمه يحلبوك حلب اهل المرأة، واذا تروح لهم هيك تدق الباب هم يحلبوك حلب. الطلبات هوايه مال اهل المرأة، واكو بيهم يطلبون مبالغ خياليه ما حد يقدر يوفرها. بغداد، طبعا من بغداد هذا الشاب تقدم لخطبه فتاه وتم الموضوع بالموافقه، لكن حدثت مشاكل بين العائلتين وصلت الى الانفصال. لكن اللي صار انه عائله الخطيبه او المراه اخذوا منه نصف المتقدم ونصف المؤخر، وهذا طبعا بعد شكاوي ومحاكم. اللي خسر بهذا يعني بهذا الموضوع هو الشاب، خسر بها مبالغ كبيره. هذا الشاب من وجهه نظره انه القانون دفعه الى الاضراب عن الزواج بشكل نهائي. طبعا هذا الشاب هو رفض ان يظهر شكله ويانا لحساسيه الموضوع وكونه موضوع شخصي جدا. خلونا نشوف هذا الشاب وكيف تحدث لبرنامج لوكيشن. التجربه السابقه مريت بها، التجربه السابقه انه انا تقدمت على بنيه وصارت القسمه وعقدنا، فبثنا انه من كنا عاقدين صارت اكو خلافات عاليه، تدري انت كل مجتمعنا العراقي موجوده، فقررنا انه ننفصل. فردنا ننفصل اخذوا من عندي نص الحاضر ونص الغايب، وبعد معاناه وبعد مشاكل ومحاكم اثنين. هسه القانون العراقي ماكو شيء ويا الرجال، مصالح الرجال كله ضد الرجال، مصالح المراه. تروح تتقدم هسه العائله تقول لك الأب يقول لك 10 ملايين بعشرين، 20 و25 ورق على حبر. اثنين هسه اكو يعني مجتمعنا بهذا العراقي، انت تروح اي محاكم الزواج هسه تلقى اكثر الطلاق، نسبة للطلاق اكثر من الزواج. واذا عندك انه اطفال من عندها فهاي مصيبة، لان بيها نفقة وما نفقة وكلها توقع وين؟ ضد الرجال، مصلحة الرجال. اثنين تروح هسه لاي بيت يقول لك 30 وحبر على ورق. زين 30 منين تجيبهن؟ احنا في هذا المجتمع هسه في وقتنا هذا منين تجيب 30 مليون؟ زين جبت ال 30 مليون باكر عقبه يقول لك حبر على ورق، باكر عقبه تدفع اكثر من عندهم. يعني تجاره ما ادري الا تجاره هيجي. فانا مضرب عن الزواج نهائيا، يعني هاي فكره الزواج لاغيها من بالي، لان على هاي الاوضاع الجايه اشوفها هسه انا مو مال واحد يتزوج. فالشباب طبعا انه يقول لك انا ما اتزوج، اول شيء امكانيه ماكو، عمل ماكو، الطلبات هوايه مال اهل المراه، واكو بيهم يطلبون مبالغ خياليه ما حد يقدر يوفرها. يعني حتى اذا انه عندك راتب ما عندك راتب انت ما تقدر توفرها، العيشه صعبه. زين اذن كلهم يردوها من عندك، فانا شلون انه اخطو هيك خطوه وانا انه ما موفرهم وما اقدر اوفرهم، لان طلبات صعوبه كلش. هسه تروح للمحكمه تلقى نص النسوان مشتكي على زلمهم، لو مشاكل، لو انه يشرب، لو ما ادري شنو، امور هواي هي كل شيء يصير بهاي الدنيا لان امور عائليه هاي. يحلبوك حلب، اذا تروح للمحكمه يحلبوك حلب اهل المراه، واذا تروح لهم هيك تدق الباب هم يحلبوك حلب. وهي مشكله، يعني مشكله العالم ما جاي تقدر انه البلد شلون جاي يعيش، الشباب شلون جاي يعيشون. المفروض انه العالم شويه تطمن من نفسه، هي مو تجاره، انت مو بايع لسلعه، لا انت انه جامع راسي بالحلال، مو جاي تبيع لي فد شغله.